وأنا في منتهى السعادة. وهذا التكريم من سيادة اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح قائد القوات الصاعقة ليا بهذا الدرع اللي قدام حضراتكم، أنا بالنسبة لي يعني فوق راسي، والله فوق راسي. حضرتك لما تتكرم من جيشك العظيم، مؤسساتك العظيمة، تكون بالنسبة لنا مسألة في غاية الأهمية، تقدير كبير. بشكر سيادة اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة قدام حضراتكم على هذا التكريم. بصراحة مش عايز أقول لكم، أنا يعني مش عايز أقول لكم وأنا بتكلم على هذا التكريم جسمي، بتكلم بجد والله، بتكلم بجد، لأنه ده كمان بيبقى رسالة قوية، ورسالة تقدير وتكريم لينا في قناة صدى البلد، تقدير في قناة صدى البلد، وتقدير لهذا البرنامج، وتقدير وتكريم لكل زملائي، تقدير كبير من قوات الصاعقة. شكرا مرة أخرى. النهاردة حلقتنا زي ما هتتابعوا بعد شوية، دقائق قليلة، هتشوفوا اللي ما تشافش، وهتعرفوا حاجات كتير قوي ما كانتش معروفة. هتشوفوا لأول مرة لقطات حية